مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم مرة أخرى. كورونا، الخوف في زمن الوباء، وبنتكلم عن فيروس كورونا. فصل الشتاء جه، هل إحنا نخاف؟ هل ما لازمش نخاف ونحمي نفسنا بالوقاية والاحترازات الدولة أمرتنا بيها ووزارة الصحة، وما نسمعش غير كلام وزارة الصحة والسكان فقط؟ من هنا هنطلق لضيفي الدكتور أمير وأسأله، أقول له الناس دلوقتي في أعداد عمالة تزيد وداخلين على فصل الشتاء زي ما ذكرنا وقلنا، والوزارة بتحذر وكده. تقول ايه للمشاهدين وفي فصل الشتاء والانفلونزا بقى واللخبطة وكده، يعمل ايه والوقاية؟ طبعا الوقاية ناحية جسدية هو هيكون مستمر بنفس الحرص زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان مستشار السيد الرئيس قال ان احنا كورونا ما انتهتش، ونبدأ ان احنا ناخد حذرنا ونرجع تاني ان احنا نلبس الكمامات ونتبع كل اجراءات الوقاية. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت نقطة مهمة جدا، ان انا اتبع المواقع الحقيقية اللي بتجيب الاخبار الصحيحة زي وزارة الصحة المصرية، زي منظمة الصحة العالمية. انما اي اخبار تانية بتكون على السوشيال ميديا غالبية 90% بتبقى شائعات وملهاش اساس، وفي ناس بتركب صور وتكتب حاجات صعبة جدا. من ناحية النفسية جملة نعيش بيها، ان دايما بتكون في المحنة نعمة. المحنة هي اشد فترات الالم النفسي. كل ما بيشتد بيك الالم النفسي كل ما بتقرب اكتر من ربنا ومن نفسك. زي مثلا الكرة المطاط اللي كل ما بتقذفها للارض بشدة كل ما بترتفع بيك اكثر. نعم صحيح. ففي ناس بتاخد الالم والتجارب الصعبة اللي بنمر بيها وبتفرع نفسها الدايرة وبتتشائم وبتعتبر انه خلاص كده الدنيا كلها بقت سيئة. وفي ناس تعرف ازاي ان هي تعرف ان احنا ننمو بالالم. اول مراحل العلاج النفسي لما حد بيدخل في مكان علاجي سواء ادمان او سواء نفسي، دايما بنقول له ان الالم هو اعظم معلم لكل العصور. ان لم تتالم لم تتعلم. فاذا كانت هذه التجربه الصعبه اللي مر بيها البشريه، وزي ما تفضل دكتور جميل وقال حاجه عجبتني جدا، ان خلى الانسانيه كلها سواسيه. نعم. سواء بالاوروبا وبالعرب، احنا كلنا عشنا في نفس اللحظات. اللي يعرف ازاي يفكر صح هو بشكل فردي مش بشكل مجتمعي، يعرف ازاي يستفيد على المستوى الشخصي ان هو يغير حياته بعد كورونا، ويعرف قيمة النفس اللي هو بياخده. زي ما حقيقة فعلا، نعم، طلع الراجل الايطالي ولما عرف ان هو مش عارف الوقت بتاع انبوبة الاكسجين بياخد، يعني بياخد فلوس قد ايه، قال له يا رب انا مديون لك بقد ايه تنفس من غير اي حساب. قد ايه رجعنا لربنا فعلا. ده حقيقي. فهو ده اللي هيعرف ازاي يستفيد من الوباء بشكل كويس. تمام دكتور امير. استاذنا دكتور جميل، الفاكسين، اللقاح، حديث الشارع العالمي والمصري خاصة، وانت بقى استاذ الفيروسات قول لنا اللقاح فين؟ طيب بداية احنا هنتكلم عن اللقاحات عموما، يعني ايه اللقاحات، هي حاجة جديدة ولا حاجة فعلا معمولة والبشرية فعلا بتستفيد منها من قديم الازل؟ اللقاحات الحقيقة موجودة من زمان وبنستخدمها لأمراض كتير، وبتتقسم لحاجات، يا اما بجيب الباثوجين نفسه او الانتيجين واقتله، ابقى كيلد واعمله ان اكتف وابدا اعمل اقتله واخليه غير نشط، بالضبط، اعمله احط له ادجيوفنت واحقنه يديني مناعه، هيديني اجسام مضاده ويديني جزء فيها التي سيل، وبالتالي يقدر يقي من المرض اللي جاي. نعم. الجزء الثاني اتنويتد فاكسين. اتنويتد يعني مضاعف. يعني انا بجيب الباثوجين ده وبشوفه بغير البيئة اللي كان عايش فيها بطريقة معينة. لا. وبالتالي بضعف الطريقة، بخليه ضعيف. بدل ما كان يبقى فاريولنت أو ضاري بخليه ضعيف جدا، وبالتالي أقدر أعول عليها. أو في بعض الفيروسات أو البكتيريا هي نفسها بيكون ضعيفة المنشأ وأقدر أستخدمها، زي الفاكسينا فيروس مثلا أقدر أستخدمه. زي البوكس أقدر، يعني أقدر أستخدمه اللي هو الجدري. نعم. بالضبط. أقدر أستخدم ده، أعمل أتنويتد للحاجات وبعدين أبدأ أستخدمه. الجزء ده أقدر أستخدمه بيدي لونج لاستنج اميونيتي، مثلا بتقعد 50 سنه احيانا، زي الميزلز مثلا. زي الحصبه، ده الناس بتاخد حصبه مره واحده الفاكسين وبعدين يقعد طول العمر. وهو ده اللي كانت تشالنج او التحدي اللي كان قدام الناس، انا عاوز اعمل فاكسين لكورونا يقعد 50 سنه. طيب هل كورونا بيقول لك لا، بيقول لك دلوقتي هو مش زي الحصبه؟ هكمل لحضرتك. فضل. الجزء ده. الجزء الثاني نعمل سبيونت فاكسين، اخد جزء من الفيروس او البكتيريا، اخد جزء من البروتين نفسه وبعدين ابدا احقنه فيديني مضاد للباثوجين اللي عندي. نعم.
اخواننا بقى طبعا في اوروبا دلوقتي بداوا يعملوا حاجه جديده خالص، اللي هي بنتكلم على فايزر. فايزر عمل حاجه اسمها ماسنجر ار ان اي فاكسين. الحقيقه الماسنجر ار ان اي فاكسين هو اول مره يستخدم في البشريه على الاطلاق، يعني ما سبقش قبل كده ان كان في فاكسين بالشكل ده، او حتى يعني اصلا احنا بندرسه وبنقول للناس ايه، يعني في حاجه احنا بنسميها الجين ثيرابي، فيه جزء منه الماسنجر ار ان ايه بيتحقن عشان يعمل علاج في الجين ثيرابي، لكن ده بالذات كفاكسين هو كان يعني استخدامه في البشر كان يعني اول مره في التاريخ. فالحقيقه فايزر خدت الجزء ده وبدات تعمل ماسنجر ار ان اي فاكسين، وعشان خاطر تعمل ماسنجر ار ان اي فاكسين هو بيتحقن النجد فيروس، يعني بياخد الار ان اي ماسنجر ار ان اي ويحقنه كنجد، يعني ما عليهوش ولا ادجوفنت ولا عليه وسائل حمايه تانية. طبعا احنا بنتكلم بفايزر بتتكلم انها وصلت نتائج 90%. الحقيقه هو عنده جزء مشكله في الكولد تشين، حضرتك دكتور وعارف ان انا لما اعمل التحصين لازم الكولد تشين دي ان انا اشيله الكونتينر اللي لما اجي احصن بيه. هو طبعا عند ماينس 80 او ماينس 70 بيقعد لمده 5 أو 6 أيام، وبعد كده يتنقل يقعد فتره قليله جدا في ظروف اللي هو الحفظ اللي هو ناقص 70 دي. الناقص 70 دي يعني عندي مشكله ان حضرتك النقل ازاي؟ الدول اللي هتاخد الفاكسين من فايزر هتاخده ازاي؟ طب انا لما اجي الناس تطعم الناس على اللي هو التطعيم العام لبقيه الشعوب هطعمه ازاي؟ في مشكله، يعني الماسنجر ار ان اي بتاع فايزر في مشكله. احنا مش عاوزين موديرنا بس، يعني موديرنا دخلت القصه دي وتلافت القصه بتاع اللي هي القصه الاخيره دي بتاعت الماسنجر، وعملت جزء الحقيقه هو ده اللي بيتعمل فعلا جين ثيرابي وعملته فاكسين، وهو ده نجحت فيه موديرنا والشركه الالمانيه اللي هي بايونيتك. هنشوف اللقاح امتى؟ ده اللي انا لسه هقول لحضرتك، خليني بس اقول لحضرتك دي هو تلافت خطا اللي هو الكولد تشين دي واللي هو الماينس 80، وبعدين بدات تتشغل وبنتكلم على 95% تجارب سريريه ناجحه. انت بتتكلم على حلم، 95% ده حلم. التايم بقى هيقعد قد ايه اللي احنا هيدرس بعدين، لان هو احنا بنتكلم كلنا مزنوقين والتايم نفسه كله لا يتجاوز 3 أو 4 شهور، فهو كل الدراسات على 3 أو 4 شهور دي اللي هو لما اقول عندي اميونيتي هي 3 أو 4 شهور اللي موجوده، لكن مع التايم انا هعرف هو هيصل لحد فين. الجزء اللي حضرتك بتقوله انا عندي سانوفي الصيني عملت ان اكتف فاكسين، عشان كده انا قلت نوعيه الفاكسينات، واحنا هنا في مصر بفضل الله سبحانه وتعالى بدات عندنا في الفاكسيرا بدأ أبقى موجود، وبدأت عندنا تجارب سريرية داخل مصر، يعني تجارب سريرية داخل مصر من الفاكسين اللي موجود ده. وبالتالي حضرتك بتقول هنشوف الفاكسين إمتى؟ لما تطلع نتائج الفاكسين اللي عندنا، هتطلع نتائج الفاكسين اللي عندنا في مصر، وهنعرف النمبر وهنعرف الاميونيتي بتاعته كويس، وهنعرف الدرو باك بتاع الفاكسين، لان الاشخاص اللي حضرتك حقنتهم عندك في مصر، يعني المتطوعين الفولنتير اللي حصل اللي خدوا العلاج متطوعين المتطوعين اللي عندنا في اللي راحوا الفاكسيرا، وزيره الصحه نفسها يعني خدت حتى نفس اللقاح، وبالتالي انا الداتا اللي طالعه من عندي طالعه من مصر. فلما حد يسالني اي انواع الفاكسين هو صح، اقول له اللي حضرتك جربته بايدك، يعني انت حضرتك واخد كل حاجه كل التجريب انت عامله بايدك. هل فيه لقاحات تانية هتتجرب في مصر او لا؟ ده طبعا هيرجع للسلطات المصريه وازاي هم هيلاقوا الانسب ليهم وبيتعاملوا ازاي مع الشركات او مع الدول اللي هي بتدي منح او بتتعاون. طبعا مصر ان شاء الله في موضوع الفاكسين الصيني هي هتكون يعني بوابه افريقيا لصناعه هذا اللقاح، يعني مصر ان شاء الله هي اللي هتقوم بصناعه اللقاح تكفي المصريين وتكمل افريقيا او الدول اللي هي. انا هرجع للموضوع ده، بس هو في السؤال جه ضروري على الصفحه، بيقول لك يا دكتور جميل، والسؤال جاي مخصوص لحضرتك، يعني بيقول لك هل من الممكن ان احنا نستفاد من الفيروس سواء كورونا او غيره اللي احنا الانسولين البشري وكده، قصه بتاعت الانسولين؟ مش عارف ايه ربط الموضوع، بس هو وصى ان لازم نسال حضرتك السؤال ده. طيب يعني هو حضرته عاوز يعني عاوز يوصل الجزئين ببعض، يعني انا ممكن اشتغل في اللقاح وعالج الانسولين بنفس القصه يقصد. هو طبعا وانا بعمل بايو جينيرنج انا متاح ليا كل حاجه، لان دايما الريسيرش هانتر صياد وبيتصرف بذكاء، يعني انا لو قدرت اركب جزء فيها ان اعالج الانسولين مع اللقاح اقدر. بس احنا انت شفت احنا مزنوقين ازاي، احنا عاوزين نطلع لقاح لكورونا بس وينجح
وما بنفكرش في حاجه تانية. يعني انت لو حضرتك احنا درجات الحراره تاثيرها على الفيروس ازاي، الرطوبه في والحراره حاجات في حاجات كتيره جدا بنسميها رفاهيات عندنا، ما حدش باصص الرفاهيات دي، كله متجه ناحيه يا العلاج يا يطلع لقاح. وبالتالي البشريه كلها متجهه في اتجاه واحد. انت الحاجات التانيه لما بتدرس ايبيديميولوجي ما بتدرسش بطريقه رفاهيه. طبعا وضعيه الامراض ده مش رفاهيه. لكن طبعا انت حضرتك عاوز اعرف ايه الداتا اللي عندي، لان طبعا احنا البيشنت اللي عندي او المرضى اللي عندي بتتقسموا لثلاث او اربع حاجات. جزء بقى في المستشفى بقى مسجل عندي ده مريض اللي هو اللي حصل له خلاص ده مريض وجاله الفيروس وبقى عندي قاعد في المستشفى والعزل فتره وتعزل وربنا كرم والحمد لله وشفي ورجع بيته. ماشي. الجزء الثاني تعزل وصحي. الجزء الثالث هو اصلا ما يعرفش ان هو بقى حصلت له اعراض بسيطه وصحي لوحده، ما حدش جه جنبه. الجزء الثالث هو ما يعرفش اي حاجه. ما ولا يعرف ان هو ولا مريض ولا جاله المرض ولا اي حاجه. الجزء وماشي يعدي في الناس. وده الاخطر. ده الخطير. يعني ده كنت اللي هسلط عليه الضوء. وبالتالي ليه انت بتلبس الماسك؟ ليه حضرتك بتستخدم الاجراءات الصحيه؟ مش عشان المريض، المريض ما هو باين قدامك. يعني المريض نفسك انت هتخاف، يعني انت لما تلاقي واحد، انا اللي عندي صور طبعا كنت اتمنى ان الصور تظهر. لان الصور فيها يعني ازاي اخد يعني فعلا شكل يعني شكل الرذاذ وهو طالع فعلا بيصل ل 2 متر. زي حضرتك الرذاذ طالع صحيح بيحصل بيعمل سيتل داون في الارض سيتل داون في الارض وفي السوبر ماركت على الادوات يعني في بعض الدراسات بتتكلم انه بيتعلق في الهواء لمده 3 ساعات. احنا بنتكلم على 5 مايكرون. لما حضرتك يكون لسه هو ساعل وانت داخل في نفس المكان وخدت واستنشقت طبيعي إن احنا ما نعرفش في حاجه اسمها مالتي ليستي اوف انفكشس دوز. الحته دي لسه العلماء محتارين فيها. احنا هنرجع بس دكتور استاذنك بس في العلماء ليه فيها هي ليه الأسطح؟ هل الأسطح هي سبب من ضمن أسباب نقل العدوى أو هو بس الرذاذ المباشر من المرضى؟ وعشان كده دي فيها كل حاجة، يعني الكلمتين دول فيهم كل حاجة. إحنا لو درسنا كويس قوي المالتيبلستي أوف انفكشس دوز هنعرف بالظبط، هل أنا لو حطيت إيدي على سطح ملوث وبعدين حطيتها في عيني هل هاخد انفكشن؟ طب النسبة كام؟ نسبة الفيروس إيه؟ كامل داخل الدروبلت دي اللي موجودة للتعرض للفيروس. لأن هو أنا بحتاج عشان خاطر حد يمرض لازم يكون فيها عدد معين من الفيروسات يقدر طبعا هو باللو دوس طبعا على كم الناس. يعني انا بدون حتى ما ندرسها في الوقت الحالي بشكل دقيق اقول لك كم الناس اللي بتتعدي دي طبيعي ان يبقى له دوس. لان كم الناس اللي بتتكلم على ملايين البشر بيتعدوا في وقت واحد. وبالتالي بهذا الشكل لا له دوس. لكن احنا بالظبط عشان اقول لك هي النمبر كام عاوز اقول لك ان فيه 100 فيروس لما بيدخله بيعمل عدوى. الكلام ده لسه من رفاهيه الدراسه ان الناس مركزه قوي ناحيه اللقاح والفاكسين. انا 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 هرجع لك اساسا في الموضوع ده وموضوع مين اللي خد الفيروس ومين ما خدهوش ويعمل ايه ونعمل ايه في اللي جاي. معانا مداخله هاتفيه. مين معانا؟ معانا ام محمد. اتفضلي ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا محمد. بنمسي على ضيوفك الكرام. اهلا وبنشكر القناه صراحه لان اللي عليها ذوق جدا وكل سنه وانتم طيبين. اهلا وسهلا بحضرتك. عايزه نسال بس بالنسبه للكورونا، هل يا ترى لو انا عندي كورونا هل نعرف ازاي ان عندي كورونا؟ وهل لو اصبت بالكورونا بتيجي تاني ولا بتعتبرها زي الحصبه مثلا مره تانية كلها في العمر مثلا؟ ده السؤال اللي انا كنت بنقوله لسه الدكتور جميل. طيب تمام يا ام محمد. سؤالك مطروح للدكتور جميل. احنا عايزين حضرتك على القناه لان قناه الصحه والجمال صراحه جميله جدا وبرنامج جميل ومشيقنا وبنقعد كل يوم جمعه وربنا يا رب يوفقكم كلكم يا رب. شكرا شكرا ام محمد، شكرا لاتصالك، شكرا مشاهدينا الكرام دايما على دعمكم لينا. دكتور بس انا هروح للدكتور هنساله السؤال اللي هو هنساله ليكم انتوا الاثنين وهرجع لحضرتك في السؤال اللي انا مصممه وحتى المشاهدين سالوه. ما توقعاتك للعالم بعد كورونا؟ كل حاجه هتبقى افضل. الناس هتعرف ازاي ان هي تحافظ على بعض، هتعرف ازاي ان احنا تسوينا وكلنا بقينا واحد، مفيش فرق بين مجتمع متقدم بل على العكس تماما المجتمعات المتقدمه كانت اكثر تاثرا بفيروس كورونا. اتوقع ان الناس هتقرب لبعض اكتر وكلنا هنعيش يعني في سلام ونلغي الفكر المتطرف والافكار اللي هي يعني فيها نوع من العصبيه والتزمت. مش مستاهله خلاص العالم والحروب يعني وباء زي ده قعدنا كلنا في بيوتنا. بالظبط. هيعرف ازاي ان مجرد وباء صغير او فيروس صغير اثر فينا ازاي. ساعتها ممكن نحس بقيمه الانسانيه
وضآلة الفكر المتطرف وكراهيتنا لبعض، اعتقد ان احنا اكثر شيء ممكن احنا نخرج بيه لو عرفنا كلنا ان احنا نحب بعض يا رب بدون ان شاء الله. تفرقة من اي جنس او اي دين او اي لون، عرفنا نحب بعض ساعتها يبقى احنا كسبنا كل شيء بعد كورونا. صحيح. دكتور الوقاية، هتقول لنا الثلاث حاجات اللي انت كنت بتتكلم عليهم، والفيديو معروض اهوت ازاي نقي نفسنا من كورونا. الناس اظن فاهمة الاحترازات كويس، بس للأسف الشديد الشيطان بيلعب دوره ان هو المصريين كعادتهم بعضهم يعني ايه بيعمل شغل الفهلوة وربنا وخليها على الله وخلاص. تقول ايه؟ في كل الاحوال احنا لازم نخليها على الله. اكيد طبعا كل الاحوال طبعا. يعني بداية لو كلنا كسبنا حاجة احنا كلنا يعني نحط فعلا املنا في ربنا سبحانه وتعالى ان الوباء ده ينتهي ان شاء الله وترجع الناس لطبيعه حياتها. يا رب يا رب ان شاء الله. وهو كل الدراسه وكل التعب وكل الناس تفكيرها ده عشان خاطر الناس ترجع تاني في لحظات اللي هو الانس الاجتماعي اللي كانوا عايشين فيه. نعم. الامور الوقائيه حضرتك ما بتقيش نفسك لوحدك، انت حضرتك الزيرو كيس لما بدات حاله واحده نشرت العالم كل اللي حضرتك انت شايفه فيه. فحضرتك انت بتقي نفسك الاول، وبعدين بتقي احبائك، وبعدين بتقي يعني اقرب الناس ليك كبار السن والاباء والامهات اقرب الناس ليك نعم. اللي هم احب الناس لقلبك، وبعدين تقي بلدك، وبعدين بتقي العالم ده كله. ده يعني حضرتك بتعمل حاجه واحده يبقى ليك جميله عند العالم ده كله، ده لان انت حجزت عن العالم مرض موجود لا قدر الله لو انت المصاب انت منعت ان انت تنقل العدوى لاشخاص تانية. طب لو حد تاني مصاب انت حفظت نفسك انك تاخد العدوى ده في مجرد ان حضرتك تلبس الماسك رقم واحد. ماشي. رقم اتنين يبقى يا جماعه نلبس الماسك، واحنا كده كده في الشتاء حتى بيدفي الماسك بيدفينا في الشتاء، وزي ما حضرتك بتقول وبلاش الفهلوه رجاء يعني بلاش ان حضرته سواق الميكروباص ياخد الماسكات معاه يوزعها على الركاب، وبعدين بعد ما يخلص عشان خاطر بس خايف من المخالفه في الطريق، وبعد كده يلم الماسكات يوزعها. انت كده بتنشر عدوى وهتسال قدام ربنا سبحانه وتعالى، لان انت بتعمل جريمه فعلا. ده مش مجرد مش فيروس كورونا، فيروسات اخرى، مش مجرد مخالفه، ده مش مجرد مخالفة، ده جريمة فعلا، وجريمة بشعة. الحقيقة الناس كمان في طبعا البنوك، قدام البنوك مصر بصراحة، مصر بكل اللي عملته بالتايتل اللي عملته لو عدينا الحاجات بكلها مجتمعة احنا عدينا الموجة الأولى فضل الله سبحانه وتعالى بسلام. عدينا الحمد لله بسلام، ومجهودات رائعة صراحة. الدولة بكل مجهودها، ويعني مرة تانية احنا بما انه عيد ميلاد الرئيس فبنهنيه بعيد ميلاده، وربنا سبحانه وتعالى يجعله عيد ميلاد سعيد على بلدنا، ويجعله على الشعب بتاعنا كله. آمين. عيد ميلاد سعيد. آمين يا رب. ونجعل من النقطة دي ان حضرتك بكل الحاجات اللي اجتمعت المرة فاتت ونجحت فيها الدولة المصرية، نتمنى انها تتطبق بشكل افضل. مش بشكل اقل، لا بشكل افضل، وبالتالي نقدر نمر ان شاء الله من الشتاء بخير، ويكون اللقاح خلاص الناس خدت اللقاح ونمر بسلام. سؤال ام محمد، جاء كورونا هيرجع له تاني كورونا مش حاسبه؟ هكمل بس الحته دي اصل دايما المشاهدين متكين عليا في الصفحه. ما هو لو جاء كورونا لحد والتايتر بتاع الانتي بودي، وهو ده اللي احنا بنقوله حضرتك، قبل ما تعمل اي حاجه احنا بنعمل فحص، الفحص ده هيشوف نسبه الاجسام المضاده في الشخص. نسبه الاجسام المضاده دي بتديني امبريشن على ان هيمر الامر ده ان شاء الله ما يجيلوش كورونا، بس انا خايف اقول له لا مش هيجيلك فخلاص يسيب المساله لده. لا لو سمحت خليك زيك زي اي حد تاني، لان ده فيروس جديد وكلنا لسه بندرس فيه كل حاجه، لسه بيدرس. لكن في البدايه هو امل اللقاح ان هو اللي عنده تايتر في الانتي بادي عالي ما يجيلوش المرض. لكن ده مش معناه كارت ضمان او كارت بلانش، كارت على ابيض، ان حضرتك تروح تختلط بكل الناس. وبعد كده الاجسام المضاده دي زي بالظبط رصيد في البنك. حضرتك ممكن تستهلكها بمنتهى البساطه. يعني حضرتك ليه الاطباء في المستشفيات هم ممكن يكون خد عدوى بسيطه وبعد كده يحصل بيحصل له العدوى مرض كتير من الاطباء؟ ليه؟ لان هو عايش مع المرض. كم الفيروس الوبائيه واللود عليه فيروس عالي جدا، وهي دي القصه في اللي بنتكلم نوع الماسك. حضرتك مش مطالب ان انت تعمل N95، الاطباء فقط او اللي هم العاملين في الشؤون الصحيه هم اللي يلبسوا N95. حضرتك N95 خطر عليك انت، لكن بالنسبه للي بيشتغل في المستشفيات او في اللي بيشتغل في المناطق الصحيه هو ده المفروض ان يلبسه، لان هو بيتعرض لنسبه كبيره جدا من الفيروس. لكن اللي انت حضرتك انت محتاج السيرجيكال ماسك عشان خاطر بس يقلل المسافه، ان لو حد عمل سنيزنج فبقى قدامه هو، ما تجيش لحضرتك، او العكس لو انت نفسك اللي هتعطس او كده، وبالتالي السنيز ده ما يصلش لحد تاني. فهنا الماسك هنا مش فايدته انه ما يمررش الفيروس، لا ده هو عشان الدروبلت اللي نازله دي ما تروحش لحد ما تروحش لحد اللي هي اللي بتسبب الانفكشن. ده جزء الماسك
التباعد الاجتماعي ده شرط اساسي لسلامه المجتمعات، مش مجرد كلام، ده مش مجرد كلمه. انت حضرتك لو لصيق بواحد ونفس المسافه قريبه وعمل سنيزنج، خلاص انت خدت المرض وخدت المرض وبشكل يعني بشكل كافي. يعني انت ما تقدرش تقول انا لا ده انا هرجع اطهر نفسي، اطهر نفسك بيه. لما اتكلمنا عن المطهرات واتكلمنا عن الهايبوكلوريت الصوديوم او الكلور، الكلور يا فندم ما حدش في الدنيا استخدم الكلور على ولا على ايديه ولا على جسده ولا على اي كائن بشري ولا حتى على النباتات. حضراتكم الكلور للاسطح فقط، الكلور للأسطح فقط. انما حضرتك عاوز تطهر ايدك استخدم كحول 70%. حضرتك استخدم الصابون، احنا الصابون العادي خالص، غسيل اليدين 40 ثانيه، ان لو فيه كده خلاص هو نفس الفيروس ده لايبوبروتين. حضرتك دكتور وعارف ان اللايبوبروتين بيتكسر بمجرد ان هو الصابون نفسه فيه الماده اللي تقدر تعمله، بتكسر خلاص اللايبوبروتين، انتهى الفيروس. ما عادش يدي مفعول، يعني الصودا الخفيفه دي بتعمل ليتوريليشن للليبيد اللي موجود تقدر تعمل. طبعا الكحول بيقضي عليه تماما في مجرد لاقل من دقيقه. احنا بنتكلم الحراره لمده 56 درجه لمده 15 دقيقه. فحتى احنا لو جايبين مواد غذائيه وحاجات زي كده، لو حطيناها الاكل استوى كويس اكيد ما كانش فيه مشكله، لكن هيكون المشكله زي ما كانت الصين الموجه الثانيه. هم اتهموا قالوا احنا جبنا سردين، ومش معنى كده السلمون ده، السلمون ما بينقلش المرض، لكن هو اتلوث من اشخاص كانوا عندهم، بيتكلموا على بعض الاشخاص كان عندهم المرض وهم بيعملوا باكج للسلمون او ده، فهو نقلوا ده لده. فلما بيتحط في ثلج، احنا بنتكلم على خطوره الثلج هنا. الثلج لما يتنقل لمكان في اسواق ثانيه ده ممكن ينقل الفيروس معاه. لكن طبعا ايه اليقين؟ حضرتك يبقى لابس كيس وانت بتنقل حاجات كيس، ولما تيجي تعملها بالظبط بتسوي الحاجه ما فيش مشكله، يعني الفيروس نفسه هيتكسر بسرعه. فاحنا ياما كنا فيروسات وياما كنا بكتيريا، بس بشرط تستوي. يعني انت مجرد اللحمه بتطهو كويس خلاص المرض اللي فيها بيموت. فعشان كده حضرتك الحاجات دي كلها مجتمعه بتقيك انت. يعني حضرتك يعني طبعا الاولاد في المدارس، ودي انا هنا بوجه طبعا مهم ده عشان كل التحيه للناس في المدارس اللي هم المدراء والمدرسين وكل الناس اللي هم على المجهود اللي هم دلوقتي احنا بنحط اولادنا عندهم امانه عشان خاطرهم، لكن الخوف عليهم هم في الوقت الحالي. حضرتك ما تخليش الولاد هم يتبعوا الماسك وحضرتك ما تلبسهوش. حضرتك رجاءا البس الماسك بتاعك كله ان شاء الله باذن الله، الصغير خليك والكبير. خليك المدراء في المدارس، يعني طبعا الواحد ما يحزن الواحد ان في 3 مدراء من المدارس توفوا رحمهم الله ربنا سبحانه وتعالى يرحمهم. دكتور كلمه كده عشان الوقت بس. بنتمنى على كل مدراء المدارس وكل المدرسين ان هو يكون قدوه للاولاد في المدارس باتخاذ الاجراءات الصحيه الصحيحه. كلمه اخيره يا دكتور امين. نتفائل خير، وان شاء الله الموجه الثانيه مش هتبقى صعبه زي الاولى، وانا واثق من كده ومطمن جدا، وان شاء الله اللي جاي افضل، وواثقين ان كل ده هيتحول لخيرنا والافضل لينا ان شاء الله. دكتور الفيروس جه بس سريعا، الفيروس جه لحد دلوقتي امتى ما يعديش؟ يعني امتى اطمن انه يقول لك ده انا خفيت وراجع شغله خلاص ولابس كمامته؟ امتى ما يعدينيش؟ هل فعلا يجي ما يعدينيش، ولا ممكن معرض انه يعدي في اي وقت؟ لا، اللي جاله الفيروس ده احنا خلاص اللي جاله الفيروس وصحي خلاص هو بعد 8 ايام من الريكفري بتاعه هو خلاص. بالعكس ده هو مصدر للشفاء بعد كده، يعني مش هيعدي. يعني لو جه لزوج والزوج ده كان مش هيعدي طبعا خلاص، لزوجه والزوج ده كان مسافر ورجع الزوج ده مش هيعدي خلاص، هو بعد ما حصل ريكفري وبعد فتره العزل بتاعته ورجع تاني طبعا لا مش هيعدي. بالعكس ده هو يعني هو بقى اصبح مصدر للاجسام المضاده. يعني انا بس هي كلمه اخيره بس هكلمها سريعا بس عشان الوقت. جدا حاضر. احنا لو اتكلمنا عن طريق العلاج، من ضمن طرق العلاج اللي هو الناس الريكفري سيرم او بلازما، وبالتالي ده عنده اجسام مضاده يقدر بها يعالج الناس الاخرى. يعني مش هو مصدر الفيروس، لا بالعكس هو مصدر العلاج. نعم. شكرا دكتور. احنا طبعا نفكركم اعزائي المشاهدين النهارده اخر حلقات الموسم الاول، تابعتونا طوال موسم الاول من حوار هادف، حوار يحاكي الواقع وينظر الى المستقبل. بنشكر كل الشكر الجزير اللي كان ضيوفنا الكرام دكتور احمد العرجاوي وكيل لجنه الصحه النواب، طلاب الاي في سي اي اتحاد البيطريين العالمين، دكتور كريم احمد نور الدين البلاستيك سيرجري، الاستاذ دكتور طارق ضياء الدين استاذ الذكوره جامعه القاهره، اشرف الرفاعي الطالب الرسام الموهوب، الاستاذ محمود النوال اللي في كليه فنون جميله جامعه المنيا، الاستاذ دكتور مصطفى عباس شلبي استاذ الادويه جامعه القاهره، الاستاذ دكتور نسرين عز الدين محمود استاذ الطفيليات في جامعه القاهره، الاستاذ دكتور احمد عبد الكريم بديع رئيس الاداره المركزيه للمحاجر، وبنهنيه ان هو الان هو مستشار الهيئه، والدكتور هاشم ماضي والدكتور اسلام ايوب والدكتور عبد الرحمن باز في الريبسولوجي،
الاستاذ اشحات الجمال مؤسس الحناجر الذهبيه، والشيخ اسامه عبد العظيم، ونوران الاكرم القارئه الاعلاميه اللي كانت اول مره نستضيفها على الفضائيات، والنايل سات وجنات الامير كذلك، وايضا الاستاذ محمد فيوض المحامي والاستشارات القانونيه، والدكتوره نجوى محجوب صلاح، والدكتور علي سعد علي. وكمان بشكر ضيوفي في الاستوديو، الاستاذ الدكتور جميل سيد جميل زيدان، دكتوراه الفيروسات جامعه القاهره، واستاذ الفيروسات والامراض المعديه بالمركز القومي. ايضا اشكر ضيفي في اخر حلقات الدكتور امير يوحنا، سعدنا بوجودك، هو استشاري الصحه النفسيه وعلاج الادمان، وايضا المشوره في العلاقات الزوجيه. مشاهدينا الكرام، بالنوى بس اللي احنا نشكر كل من كان معانا من الرعاة، بنشكر حملة وزارة الصحة لعلاج الأمراض سواء كانت الفيروسية، الأمراض المزمنة، وأمراض المرأة والثدي، وبنشكر سيادة الرئيس على رعايته لهذه الحملة، وبنهني أيضا في عيد ميلاده. بنشكر صيدلية الغزالي الدكتور أسامة فوز الغزالي والدكتور أحمد فوز الغزالي. بنشكر شركة NZE للاستشارات والتدريب والتطوير الدكتور ناصر زيدان الشافعي المدرب لمنح الشهادات الحلال من الإمارات العربية المتحدة. بنشكر جريدة القاهرية النبأ اليوم سابقا الإعلامي الدكتور عيد علي. بنشكر شركة رشاش للدعاية والإعلان. بنشكر فيوض للمحاماه والاستشارات القانونيه، وبنشكر وكاله كونسبت اللي كانت داعمه لينا في الموسم الاول، شركه كونسبت للعلاقات والانتاج والاعلام على راسها الاستاذ عبد الرحمن سالم. وبنشكر في الاعداد الاستاذ عبد الله الشريف، الاستاذ محمد فايز، والاستاذ وليد خالد، والاستاذ احمد نبيل. بشكر كل العاملين اللي شاركونا معانا في البوفيه الاستاذ محمود، وفي الصوت الاستاذ علي، والمهندس عبد الكريم، والمهندسه اسماء. بشكر في التصوير ومدير التصوير ومخرجنا النهارده الاستاذ محمد نجاح. بشكر من الاستوديو احمد حافظ، ومدير الاستوديو الاستاذ نصر الشاهد، والاستاذ احمد عزت. بشكر في مدير البرامج الاستاذ جمال عبد العظيم، وفي الفيديوهات والسكريبت الدكتوره الاء اشرف. بشكر في الملابس والعلاقات العامه الاستاذه اسراء عادل. بشكر في البلاي اوت عمرو عمر، والفي تي ار محمد بسطاوي. بشكر في الاداره الفنيه والمونتاج الاستاذ علي والاستاذه مروه احمد والاستاذة سلمى، وفي الاخراج اللي كان معانا طول الحلقة اللي فاتت ودايما هو النجم الساطع بتاعنا الاستاذ محمد كيلاني. شكرا لرئيس القناة الاستاذ عبد الحميد توفيق. حوار هادف، حوار يحاكي الواقع وينظر الى المستقبل. حلقتنا كانت عن كورونا النهاردة. اغسل ايديك بانتظام 30-40 ثانية، البس الكمامة بتاعتك، كل اكل صحي، بلاش خوف ولا توتر. ربنا يحفظنا ويحفظ مصر من هذا الوباء اللعين. دائما نلقاكم، انتظرونا في الموسم الثاني إن شاء الله بإذن الله في حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل، دائما الجمعة 7 مساء هو موعدكم. إلى الملتقى.